صباح الخير والسعادة ويوم جديد بتبدأوه معانا في يوم سعيد زي كل يوم. خلاص اتعودتوا، النهاردة تالت حلقة لينا. صباح الخير يا أحمد، ازيك؟ صباح الفل عليك يا علا، صباح الفل على كل اللي بيتابعونا النهاردة. صباح الخير، صباح السعادة، وإن شاء الله يكون يوم جميل، يوم مليان بالرضا والعمار بالنسبة لكل الناس. يا رب إن شاء الله. يوم سعيد عليكم زي ما معودينكم دايما معانا بقى في فقرات حلقتنا، موضوعات متنوعة وكتيرة ومختلفة، وبالتأكيد هنبدأ بكلام عن منتخبنا امبارح. بالتأكيد طبعا، يعني امبارح منتخبنا الوطني اتعادل 2-2 مع منتخب موزمبيق في بطولة كأس الأمم الإفريقية. الحمد لله على كل حال. طبعا هدف التعادل اتسجل في الوقت يعني القاتل بعد ما كنا خسرانين 2-1. هنعتبر النقطة اللي خرجنا بيها من الماتش يعني خطوة على طريق تحقيق اللقب الثامن في تاريخنا إن شاء الله، اللي غاب عنا يعني 13 سنة زي ما اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا. عندنا أمل كبير إن شاء الله في ربنا وبعده من رجالة المنتخب بإذن الله إن يكون في فوز بالبطولة في النهاية. وهيكون معانا تحليل كامل للقاء النهاردة. على فكرة هقول كمان يعني أكتر من حد اتكلم في فكرة التفاؤل بإذن الله، يعني كتير المنتخب حتى منور كتير المنتخب يعني بيبدأ كده ويتعصر زي ما بيقولوا، وربنا بيكرم إن شاء الله. وإن شاء الله يعني هو الأداء ما كانش يعني زي ما كان متوقع من منتخبنا في أول مباراة، خاصة إن كان الكلام كله على إن فريق موزمبيق فريق يعني مش قوي بالشكل اللي نقلق منه، لكن احيانا يعني الظروف بتجيب العكس. فعلى كل حال برضو التعادل مش بطال في اول مباراه، لكن ان شاء الله الماتش الجاي يعني نكون اقوى باذن الله. وزي طبعا ما احنا معودينكم معانا حاله الطقس دي حاجه اساسيه بقى في الجو، اجواء الشتاء الصعبه اللي احنا بنمر بيها اليومين دول. الجو يعني في بروده بعض الشيء، ده هيكون معانا بعد شويه وهنتناقش فيه بالتفصيل مع ضيفنا. كمان الترند احنا مش بننساه، وهيكون عن فنانه مصريه جميله كلنا بنحبها، مهتمين ان احنا نقول لكم وانتم بتشربوا قهوتكم قبل ما تنزلوا حظكم النهارده يعني اخباره ايه. وان شاء الله يا رب دايما حظكم سعيد وجميل، ويومكم يكون مليان بركه وخير وسعاده. طبعا يعني كمان هيكون عندنا الصحه، بالتاكيد دي حاجه لازم نراعيها كلنا. بالنسبه للي بيتابعونا هنقدم لكم وجبه فطار صحية مع شيف يوم سعيد، علشان نقدم لكم فطار مختلف وجديد زي ما عودناكم. كل حلقة هيكون عندنا حاجة جديدة، وهيكون كمان عندنا جولة ممتعة داخل متحف البريد، هنعرف أكتر عن تاريخه ومقتنياته. دايما يا علا احنا بنحاول ان احنا نروح أماكن مش معتادة أو أماكن جديدة على الناس، نعرف مشاهدينا للأماكن اللي ممكن يروحوا يقضوا فيها وقت يعني مختلف ويستفيدوا، يعني مش بس يبقى خروجة للفسحة وفقط، لا يبقى فيها معلومة كمان. النهاردة فيها معلومة ان شاء الله تعجبكم. فقراتنا النهاردة مكملة معاكم، هنشوف زي ما اتعودنا تقرير زي النهاردة بنفتكر بيه فنان مميز وجميل وامتعنا واسعدنا باعماله الفنية، وهيكون معانا تقرير عن فنان كلنا بنحبه. عايزين نقول لكم كمان ان هيكون معانا الضيف النهاردة كلكم بتحبوه، الطفل المعجزة زي ما بنقول الفنان أحمد فرحات، لكمان محبي الموضة. هيكون عندنا مصممة الأزياء شيماء زقزوق. يا رب إن شاء الله حلقة النهاردة تعجبكم، وزي ما بنقول لكم دايما ابعتوا لنا قولوا تحبوا إن أنتوا تشوفوا إيه عندنا فيه وموضوعات، وبالتأكيد هيكون موجود فيها ضيوف علشان نتكلم عنها، ويكون يوم سعيد عليكم إن شاء الله. دايما مصر فيها حاجات حلوة وكلها حاجات حلوة وناسها كمان حلوة، ويومكم سعيد. بنكمل معاكم، بنبدأ أول فقراتنا النهاردة الترند اللي كان امبارح الحقيقة عن فنانة كلنا بنحبها وأعمالها يعني في ذاكرتنا بشكل كبير جدا وفي وجداننا، خاصة نازج الصلاح دار يعني صفية العمري، هذه الفنانة الجميلة اللي لها رصيد كبير عند المصريين. والحقيقة إنها كانت ترند امبارح مش عشان عمل فني جديد على الإطلاق، لكن علشان نشرت صورة لابنها أحمد كشفت لأول مرة عن شكله. يمكن الفنانة صفية العمري من الفنانات اللي حياتها الشخصية ما حدش مننا يعرف عنها كتير كمتابعين ليها أو كمشاهدين، بنشوفها بس في أعمالها وبتتألق فيها، فمين مننا يعني ينسى دورها مثلا في عفاريت السيالة، في دورها في يعني الشهد والدموع، أعمال كتير جمعتها بفنانين مختلفين. وطبعا الصورة
كانت سبب في الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه أول ظهور لابنها. وبمجرد ما الفنانة صفية العمري نشرت الصورة تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والجمهور تساءل عن عدم ظهوره إعلاميا قبل كده. واللي متابع طبعا صفية العمري بالتأكيد ملاحظ أن الفترة الأخيرة لها نشاط كبير جدا على السوشيال ميديا، وبتشارك دايما جمهورها بصورها ولحظاتها الخاصة وسفرياتها عن طريق حسابها على تطبيق الانستجرام. كمان صفية العمري طبعا بالتأكيد زي ما قلت من شوية هي واحدة من الفنانات المصريات اللي ليهم تاريخ كبير في الفن المصري وأعمال كتير في السينما والتلفزيون. يعني دورها طبعا نزاجة، يعني زي ما كان سليمان بيقول لها، وطبعا ليالي الحلمية بأجزائه الكتيرة للكاتب الراحل العبقري أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبد الحافظ المخرج المتميز اللي أمتعونا بأعمالهم الكتيرة الحقيقة. وكان آخر ظهور للفنانة صفية العمري في 2016 من خلال فيلم فص ملح وداخ، إخراج تامر بسيوني ومن بطولة عمرو عبد الجليل الفنان الجميل، وهبة مجدي طبعا فنانة العظيمة، وطبعا الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة. أكيد يعني بنتمنى أن نشوف عمل حلو كده لصفية العمري. أنا شخصيا من الناس اللي بيستمتعوا بأدائها جدا، يعني بحب طبعاً شكلها وملامحها وأدائها الراقي كده في جاردن سيتي تفتكر لها هواني هواني جاردن سيتي فعلا. كمان لسه مكملين معاكم فقراتنا، هنروح للمنتخب. يعني وما أدراكي المنتخب واللي الناس تابعته امبارح من أداء المنتخب والمباراة مع موزمبيق. منتخب مصر اتعادل مع منتخب موزمبيق 2-2 في مفاجأة غير متوقعة الحقيقة. احنا امبارح يعني ما كانتش غير متوقعة قوي، لان احنا في الحلقتين اللي فاتوا جبنا 2 نقاد رياضيين كانوا متوقعين ان يحصل مفاجأة بالشكل ده، وكمان يعني الجمهور في التقارير اللي عملناها. نكسب في اللحظات الأخيرة أو نتعادل في اللحظات يعني الحمد الأخيرة. لله صلاح ظبطها سنة، خلى الناس يعني نمت مطمنة سنة. إن شاء الله يعني ربنا يستر. مش عايزين الناس يا جماعة أنها تقلق ولا تزعل، لازم إن احنا نكمل الدعم لمنتخبنا، نفضل واقفين ورا المنتخب ورجالة المنتخب في مشوار البطولة. المشوار لسه طويل، لكن كلنا ثقة في محمد صلاح وزمايل محمد صلاح عشان نقدر نحقق اللقب الثامن في تاريخنا. منتخب غانا خسر امبارح، ومنتخب الراس الأخضر ده اللي هيخلي المباراة اللي جاية إن شاء الله تكون مباراة نارية ومصيرية، عشان نتكلم أكتر طبعا عن كل الكلام المتعلق بالماتشات واللي هيخسر واللي هيكسب، وده إزاي هيكون ليه دور بالنسبة يعني لمشوار المنتخب. غانا دي ممكن تكون في صفنا شوية ولا لأ؟ نعرف بقى من دفعنا. والله يعني أنا مش هتكلم باعتباري خبير كروي بس هنسيب المتخصصين. هو طبعا يعني لما يبقى في ناس معينة، يعني هو كل 2 بيلعب اللي كسبان، يعني أمور كده متعلقة اللي كلمنا عنها أكتر طبعاً. الأستاذ عمرو أسامة الناقد الرياضي، أهلا بك يا أستاذ عمرو، صباح الخير ويومك سعيد. صباح الخير على حضرتك أستاذ أحمد، وصباح الخير على حضرتك يا سعولة، وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النهار. أهلا بك. الحقيقة كنا نحب نكلمك وتحلل معنا أداء المنتخب المصري وهو كسبان، ولكن إن شاء الله متعوضة زي ما قلنا. شفت إزاي أداء المنتخب المصري أمام موزمبيق امبارح؟ والله يا أستاذ أحمد يعني خليني أقول لحضرتك الأول إن هي بالنسبة لي أنا كانت مفاجأة. يعني تعادل منتخب مصر مع موزمبيق بصراحة بالنسبة لي إن هي كانت مفاجأة. برضه مش عايزين الناس تزعل قوي، ومش عايزين نتحامل قوي على المنتخب لأن لسه المشوار طويل. لسه في ماتشين طبعا جايين، ولكن بصراحة الأداء لا الأداء كان كارثي بصراحة. يعني بالنسبة لي أنا شايف الأداء لا الأداء كان كارثي. شايف إن هي نتيجة بصراحة سلبية جدا جدا. المفروض إن مباراة موزمبيق هي المباراة الأسهل في الثلاث مباريات، زي ما حضرتك قلت طبعا ان منتخب غانا خسر امبارح من منتخب الراس الاخضر. منتخب الراس الاخضر منتخب قوي جدا، وده عكس يعني توقعات ناس كتير. لا منتخب قوي جدا، منتخب عنده عناصر شابه، عنده سرعات عاليه قوي، عنده مهارات عاليه جدا، حارس مرمى ممتاز. يمكن امبارح المباراه بتاعت غانا والراس الاخضر او منتخب كاب فيردي لولا ريتشارد حارس منتخب غانا كانت النتيجه هتطلع كارثيه على منتخب غانا، لان فعلا منتخب الراس الاخضر منتخب قوي جدا. منتخب مصر من وجهه نظري وضع نفسه في ازمه، لان دي كانت اسهل مباراه في المجموعه واسهل منافس في المجموعه. كان ممكن
يعني وبسهوله جدا ان احنا ناخد الثلاث نقاط، ولكن بصراحه امبارح كان في اخطاء كتير جدا في تشكيل المنتخب. ما هو يا استاذ عمرو ساعات من كتر السهوله كده الواحد بيبقى يعني مزبوط. ايه مزبوط. الحكايه مزبوط. سهله، الامتحان سهل، فما يذاكرش كويس. مظبوط. لا يعني بالذات ان امبارح يعني في اخطاء كتير قوي حصلت، ولكن برضو خليني اقول لحضراتكم ان كان في جرس انذار واحنا او يعني كان في درس واحنا ما فهمناهوش كويس، وهي مباراه تنزانيا الوديه قبل ما نسافر للبطوله. قبل ما نسافر للبطوله احنا لعبنا مباراه مع تنزانيا اللي هي كانت وديه في استاد القاهره وكسبنا المباراه دي، كان الاداء سيء جدا، كان في نفس الاخطاء اللي هي حصلت في مباراه امبارح. في خطأين حصلوا في التشكيل بصراحه امبارح في من مستر روي فيتوريا. طبعا مش عايزين نشيل الاول بس، يعني عايزين نشيل لعيب المباراه او الاخطاء او الكلام ده كله، في الاول والاخر هي برضه توفيق وعدم توفيق. يبقى فيها ظلم لانها لعبه جماعيه يعني. مظبوط. اه طبعا يعني هو بيبقى توفيق وعدم توفيق، في لعيبه مثلا بتبقى مش فيهم، ده وارد جدا بيحصل. طبعا. طب احنا شفنا امبارح في المراكز بالنسبه للعيبه يعني حاجة كل الناس اتكلمت بخصوصها، زيزو ومحمد صلاح كل واحد في مكان جديد، هل ده عمل مشكلة بالنسبة للتشكيل في الملعب، اتسبب في تأخير حتى التشكيل ده هنتكلم عنه كمان، هل ده مثلا كان لمفاجأة منتخب موزمبيق ولا حسابات في يعني دماغ فيتوريا، تفسرها ازاي؟ بص حضرتك، هو امبارح التشكيل بتاع مستر روي فيتوريا كان فيه اخطاء كتير جدا. الخطأ الأول من وجهة نظري أو في خطأين هم دول كانوا سبب رئيسي في هذه النتيجة. الأول هو إن في لاعبين في أرضية الملعب هم بعاد تماما عن المشاركة مع أنديتهم. يعني خلينا نكون صراحة، هم الاثنين دول طبعا نجوم كبار جدا جدا ولاعيبة يعني ياما شالت اسم الفراعنة فوق، محمد النني وأحمد خليل. أحمد حجازي منذ العودة من الرباط الصليبي هو طبعا راجل ما شاركش مع فريق اتحاد جدة سوى في مباراتين في دوري أبطال آسيا وفي كأس العالم للأندية. احمد حجازي يعني امبارح بدنيا واضح جدا ان احمد حجازي مش في الفورمه، واضح جدا، وده طبعا بان في الهدف الثاني اللي هو الراجل قدر يخطف منه الكوره بسهوله جدا. الثاني محمد النني، طبعا محمد النني ما بيشاركش مع فريق اصفر يعني بقى فتره كبيره برده كان بسبب اصابه فكان خارج. الاثنين دول بدنيا اثروا جدا على المنتخب المصري امبارح. ف دوي فيتوريا امبارح اعتمد على محمد صلاح ان هو اللي هينزل يحرك الملعب، هو اللي هينزل يستلم الكوره، هو اللي المفروض يوزع اللعب. ده كان خطا كبير جدا، وودى زيزو ناحيه اليمين، بس للاسف زيزو اصلا امبارح ما لعبش وينج. يعني في كذا كوره امبارح جت لنا منتخب مصر بلاقي محمد صلاح وزيزو الاثنين في نص الملعب. طب هو مين بيوزع اللعب؟ مين طب المفروض يلعب وينج؟ مين المفروض يكون له خطوره في المكان ده؟ هو محمد صلاح. تغيير مكان محمد صلاح هو بالنسبه لنا هزيمه. انت فقدت محمد صلاح، امبارح روي فيتوريا سلم محمد صلاح لدفاعات منتخب موزمبيق. صراحه انا هو كان لازم يلعب محمد صلاح وينج نص ملعب منتخب مصر، ما ينفعش ان هو يكون خالي من اثنين. طارق حامد واللي اعتزل طبعا دوليا، مين اقرب واحد لطارق حامد حاليا؟ الاقرب ليه هو مروان عاطف. الاثنين دول كان لازم يكون حد فيهم موجود طبعا. خلاص طارق اعتزل، طارق مش موجود مع المنتخب، خلاص هو مروان عطيه اللي كان لازم يكون موجود في تشكيل المنتخب. مش مجرد ان عشان لاعب محترف شرط ان هو يكون موجود. مظبوط خالص. يوم الخميس يا استاذ عمرو هنشوف تعديل في التشكيل بنسبه قد ايه، وحضرتك تتوقعه يكون ازاي في المراكز؟ لا التشكيل لازم هيتعدل بشكل كبير جدا طبعا في مباراه غانا. خلي بالك حضرتك برضه يعني منتخب غانا على قد كده، لو هو منتخب عنده رغم الهزيمه امبارح عنده اسماء برضه كويس قوي زي مثلا ايوه انتري ايوه، طبعا في عدد كبير جدا من الاسماء المميزه، محمد قدوس، فهو برضه منتخب صعب يعني، برضه مش عايز هزيمه منتخب خانه من منتخب بالراس الدرجه تطمنا شويه، لا هو برضه منتخب صعب ومباراه هتكون من اصعب مباريات المنتخب الوطني في ام افريقيا. فلا لازم نحرص تغييرات كتير. التغيير الاول طبعا من وجهه نظري لازم يكون موجود عمر كمان عبد الواحد مكان محمد علي، عمر برضه رجل في الملعب اكتر ولعب مباريات وديه اكتر مع المنتخب الوطني، وهنحتاجه طبعا هجوميا بشكل كبير. عايزين ناكد ان احنا في ظهر منتخبنا برغم طبعاً. التعادل طبعاً. اللي ما كانش يعني متوقع على الاطلاق، او كانت الناس عندها يعني تفاؤل وامل اكتر ان يكون مكسب مستحق لمنتخبنا، لكن احنا في ظهرهم لحد النهايه ان شاء الله. طبعا لا وان شاء الله قادرين، ان شاء الله قادرين على الفوز باذن الله تعالى. لو اكمل لحضرتك التشكيل، فهيكون احمد فتوح باذن الله مكان محمد حمدي. عندي قلبي دفاع النادي الاهلي اللي هم شاركوا طبعا في كاس العالم للانديه وشاركوا في السوبر المصري، ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم،
الاثنين لازم يكونوا جنب بعض في المباراه الجايه، الاثنين جاهزين، الاثنين عاملين بعض اكتر كتير بدنيا، حتى الاثنين حاضرين في الملعب. لازم مثلث نص ملعب يكون، لازم يكونش مروان عطيه. مثلث نص ملعب لا يخلو من مروان عطيه. مروان عطيه اللاعب رقم 6 الافضل في مصر حاليا طبعا، يكون هو موجود، يكون موجود معاه حمدي فتحي وامام عاشور او زيزو. محمد صلاح يلعب مكانه عادي جدا في الوينج، كريس جيم بطل محمد. يعني دي التشكيله هتكون يعني الامثل من وجهه نظري الشخصيه، يعني هي دي الامثل، هي دي اللي تقدر تواجه بيها المنتخب الغاني بسبب طبعا وجود مروان عطيه اللي انا بعتبره من اهم اللعيبه في مصر حاليا. الناقد الرياضي عمرو اسامه، شكرا جزيلا ليك ويوم سعيد عليك ان شاء الله، وباذن الله منتخب مصر باذن الله ياخد البطوله، وربما فعلا البدايات ممكن تكون ان فيها تعثر شويه زي ما بيقولوا، بنغزي العين بادئين كده ان احنا ايه يعني نقول ان احنا بادئين بالراحه، وان شاء الله الحماسه تكون في المباراه اللي جايه يعني. ان شاء الله. خلونا بقى نشوف معاكم كده يعني في بدايه اليوم حظنا النهارده وابراجنا بتقول لنا ايه، ومعانا خبير الابراج استاذ محمد فرعون. صباح الخير، يومك سعيد. يومك سعيد يا فندم. النهارده يوم الاثنين، يعني عايزين أيوة كده نعرف اخبار برج الحمل ايه. حلو. بيقول له مواليد برج الحمل، كن واثق من نفسك ومن قدراتك اليوم يعني. تمام. برج الثور اليوم تحضر مناسبه سعيده. برج الجوزاء مشكله كبيره كانت تتعبك اليوم تجد لها حلا. ده برج الجوزاء. برج السرطان صدام عنيف مع احد المقربين، يعني خلي بالنا. يعني الجوزاء والسرطان ياخدوا بالهم بقى، يعني الثور الامور هاديه معاه شويه النهارده، الجوزاء والسرطان هم اللي يركزوا النهارده. يعني حضرتك بقول السرطان يعني ايه، خليك برضه هادي يعني، ما تدخلش في الصدمات يعني. ما تعليش الريتم او تزود الانفعالات بتاعتك، ردود فعلك يعني، في ناس بتبالغ في ردود الفعل بتاعتها. وبرج الاسد؟ برج الاسد بيقول له سيطر برضه على نفسك وعلى انفعالاتك حتى لا تخسر كثيرا. يبقى النهارده برضه كده ايه، فيه برضه شويه ايه حدث الجو كده يعني، مخليها في نرفزه، في صعوبه في التعاملات شويه، لو احنا لاحظنا الابراج كلها واخده الريتم ده يعني. برج العذراء اليوم انت على وفاق مع الشريك. برج الميزان الشريك ده بقى قد يكون الزوج، الاخ، الاخت، الاهل، الاصدقاء في العمل، قريبين الاخ، الاخت، الزوج، صحيح. طيب ده شيء كويس. تمام. الميزان بقى، الميزان الجميل ده، بس الشريك الاكثر الحبيب او الزوج يعني، او الزوجه. ما لسه في العذراء. طب ده حلو. برج الميزان ياتيك مكسب مالي انت في حاجه اليه. برج العقرب اياك والدخول في اعمال ليس لك بها خبره. طب مش احيانا يا فندم بيكون في العقرب يعني في عموما الدخول في اعمال، الدخول في اعمال فيها ما فيش ليك فيها خبره، نوع من انواع الطموح، التجربه، بحيث يكون عندي تجارب يعني، او يعني انه الواحد ممكن يتحدى يتعلم حاجه او يدخل في حاجه جديده. ريسك. بس عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. هو على حسب ان الواحد يعني ايه، خليني في شغلي، في ناس بتحب تفتكس كده يعني، انا مثلا بتاع ابراج ادخل بقى واقول احلام واقول مش عارف ايه، مفشل. لازم كل واحد يخليه في الشغلانه بتاعته، نلتزم بالتخصص بتاعنا. او اليوم يعني برج العقرب يلتزم بتخصصه، ما يروحش في تخصص تاني. ده اليوم بس النهارده بس. طيب خلاص، يعني بكره ممكن اعمل اللي انا عايزاه. عارفين ان العقرب الابراج الشطره اللي هو بيقدر يتعامل مع اقل الحظوظ على فكره يعني. برج القوس مشكله كبيره تنحل اليوم، برضه حاجات حلوه. برج الجد تطورات كبيره على الصعيد العملي يعني. كل مواليد برج الجد هنلاقي عندهم تطورات او تغيرات للافضل والاحسن النهارده ان شاء الله. يا رب الناس كلها يا رب. يا رب. برج الدلو اليوم تبدا في مشروع جديد، شغل جديد، مشروع جديد، اي شيء جديد النهارده المولود برج الدلو. واحنا عارفين هو البرج السنه دي هو الاكثر حظا برج الدلو. ويا رب يعني يكون مشروع جديد ناجح ويكون يوم سعيد عليه في المشروع ده يا رب. ممكن علاقه، ممكن معامله، اي شيء جديد ممكن يحصل. كل واحد على حسب وضعه في المجتمع. ما هي الابراج بتقول لك زي اللي بيحلم حلم،
ما فيش حاجة اسمها تفسير أحلام، في حاجة اسمها تأويل رؤى. فهو بيأول لك على حسب حالتك أنت حضرتك. تمام. فاهمنا حضرتك؟ لكن مش كله زي بعضه، في حمامة يبقى مش عارف فيه الكلام اللي احنا تربينا عليه ده كله غلط. يعني هي مش ثوابت، طيب. مش ثوابت لكن تختلف من كل واحد. لا مش ثوابت، بالذات الرؤى دي عالم ثاني خالص. اصولا دي ناس عندها موهبة، هبة. فبقول لك تأويل الرؤى، الرؤية عايزة تقول لي ايه؟ مش الرؤية نفصل أحلام وندخل على ابن سيرين والكلام ده، كل ده عكس صراحة يعني. برج الحوت إياك والتوتر والعصبية. أنا ملاحظة إن برج الحوت بيتقال له كتير، يا أستاذ فرعون أنا ملاحظة إن برج الحوت بيتقال له كتير العصبية والتوتر، ويمكن أنا قلت لحضرتك امبارح أو أول امبارح إنه برج الحوت من سواء رجالة أو ستات اللي أعرفوا عنهم يعني إن هم شخصيات هادية كده وعندهم صبر. جدا. ولكن هو الغير مألوف اللي هيجي الثلاث أبراج السنة دي، برج الثور وأنت برضه كنت ملاحظة فيه قلتها امبارح، وبرج الحوت وبرج العذراء، ان دولة الابراج المزنوقه السنه دي شويه، اللي لازم يشتغلوا على نفسهم وينتبهوا كويس قوي للحظوظ بتاعتهم. وكل ديت احنا بناخد لسبيل ان احنا نبقى سعداء في الحياه وفي العلاقه، ونبقى ناجحين في كل اللي ندخله، وفي يومنا نبقى ناجحين يعني. وانا مع التفاؤل ومع الناس اللي هي بتاخد بالتفاؤل جدا يعني. واحنا كمان بنضم صوتنا لصوت حضرتك ان نكون متفائلين ودايما ندور على الاشياء اللي بتسعدنا والاشياء اللي بتبسطنا خاصه في بدايه اليوم، علشان نقدر نكمل اليوم كده يعني بطاقه ايجابيه من غير ما يكون في اي تاثيرات علينا يا طبعا. وناخد الجانب الايجابي وجانب التفاؤل من كل الموضوع الخاص، وحتى لو برجي بيقول لي حاجه يعني فيها مثلا سنه سلبيه او عدم ايجابيه، انا اروح للشق الايجابي وابدا يومي كده بانبساط وسعاده وبان انا اصبح على الناس اللي مثلا بحبهم واللي باخد منهم بوزيتيف انرجي او طاقه ايجابيه واتعامل معاهم في بدايه اليوم، ده يخلي حظي اعتقد الطف على مدى اصالح اللي مزعلني او اللي انا مزعله برضه يكون في يعني. نبدا اليوم بحاجه ايجابيه بالظبط. نبدا اليوم انت ليك علاقه بالحوت بس عشان ركزتي عليه شويه. لا اصل اعرف يعني في حياتي في ناس كتير برج الحوت وفعلا بجد هم هادين وطيبين واسلوبهم في التعامل سواء ستات او رجاله مختلف تماما عن مثلا برج الاسد. يعني الاسد تلاقيهم فعلا عصبيين وفعلا بيأتاك كده يعني، عارف بيهاجم معرفش. طب ازاي استاذ محمد نتعامل مع حاجه زي كده؟ يعني هي مثلا الاسد بيبقى اتاك بالنسبه لها، ازاي ممكن يكون التعامل معاه؟ الاسد فعلا هي كلامها مظبوط، الاسد برج نالي. والله انا حبيبي ولا حاجه يا استاذ فرعون، مش هنافس حضرتك، انا ملتزمه بتخصصي زي ما حضرتك قلت لي في البرج بتاعي. برافو دكتور. وسريع العصبيه بس قريب الرضا، بيرضوا بسرعه على فكره. الحيتان ليه سمناه حوت على فكره؟ سمناه حوت عشان هو بيحب ياخد شويه راحه كده وبعد كده يطلع ياخد نفس. يعني لو انت مرتبط بحد حوت ما تضغطش عليه، سيبه. هو ساعات ما بيقدرش يواجه الحوت، بيهرب ويروح كده يعيش حياته وبعدين يجي ياخد نفس تاني معاك. فعايز العلاقه ما تبقاش ايه، كابس على نفسه على طول. والله عجبني التشبيه يا استاذ فرعون جدا، انا شاكره لحضرتك وكده يعني بدات لنا يومنا بشكل سعيد. انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا خبير الابراج، وان شاء الله يوم حضرتك كله سعاده وبهجه وسرور ان شاء الله. شكرا لحضرتك. وهنكمل معاكم بقى فقراتنا النهارده يعني. بعد ما عرفنا الامور المتعلقه بالحظوظ والابراج من الاستاذ محمد، وكمان يعني بمشاركه من علا وخبراتها في الموضوع، هي ما فيش اي افتراء حاجه، انت قلتي كلام الاستاذ محمد يعني فعلا. انا ما بعرفش في الابراج خالص، بس هو من يعني من التعامل الحياتي كده مع الناس بدات يعني لما بسمع تعليق من حد زي استاذ محمد كده فاربطه بشخص انا عارفاه في البرج ده، فاقول لا يعني لا وبيصيب معك يا صابت المرتين دول ما نشوف بعد كده. هنروح دلوقتي لحالة الجو ونعرف يعني زي ما شفنا توقعاتنا بالنسبة للأبراج، نشوف النهاردة الجو عامل ايه، ونشوف التوقعات علميا بالنسبة لهيئة الأرصاد طبعا بتقول ايه، وازاي بقى ننزل نلبس ايه بالظبط علشان نبقى عاملين حسابنا والأجواء اللي حاصلة حاليا.
هيئة الأرصاد الجوية قالت إن طقس النهاردة هيكون الأجواء مائلة للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهيكون طقس النهاردة ليلا أجواء شديدة البرودة. ناخد بالنا يا جماعة على أغلب الأنحاء، وهيكون في صقيع في المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد. طبعا كان في تأكيد من الهيئة إن فرصة لسقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. خلينا نشوف الأمور المتعلقة بدرجات الحرارة بالتفصيل ونرجع لكم مرة تانية. بعد ما شفنا درجات الحرارة نشوف التفاصيل أكتر ونعرف اللي جاي على مدار أيام. طبعا احنا النهاردة شفنا درجات الحرارة النهاردة بس، وهيكون معانا حالا الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يوم سعيد عليك يا رب إن شاء الله. صباح الفل على حضرتك. إيه الأخبار النهاردة، حالة الطقس؟ يمكن النهاردة تحديدا بالنسبة لفرص الأمطار بدأت تقل بشكل كبير، خاصة على السواحل الشمالية عن الأمس. بالأمس وأول أمس شهدنا أمطار وصلت لمتوسطة إلى غزيرة على محافظات ومدن الساحل الشمالي ومحافظات شمال الوجه البحري، لكن اليوم في فرص أمطار من خفيفة قد تصل إلى متوسطة في بعض الأحيان على بعض مدن ومحافظات الساحل الشمالي وشمال الوجه البحري، فكميات الأمطار وفرصها أقل بكتير من الأمس. كمان اليوم مستمرة معنا درجات الحرارة حول المعدلات في حدود 18 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى. زي ما حضرتك أشرت، الأجواء خلال ساعات النهار هتكون أجواء مائلة للبرودة على شمال البلاد ودافئة على المحافظات الجنوبية، لكن خلال ساعات الليل بتظل الأجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء، وتصل أيضا إلى حد الصقيع على بعض محافظات شمال الصعيد والوادي الجديد بسبب الظهير الصحراوي للمناطق دي، وأيضا على مرتفعات سيناء زي سانت كاترين ونخل اللي بتنخفض فيها درجات الحرارة إلى أقل من 5 درجات مئوية. أيضا اليوم هنلاحظ أن في هدوء نسبي في سرعات الرياح عن الأيام الماضية. سرعات الرياح كانت بتخلينا نحس أكثر ببرودة الطقس، لكن اليوم في هدوء تام في سرعات الرياح. نقدر نقول ان الطقس اليوم في تحسن كبير عن 48 ساعة الماضية. من بكرة هتبدأ تنتهي او تتلاشى فرص تساقط الامطار على كافة مناطق الجمهورية، هتكون الاجواء معتدلة بشكل اكبر، درجات الحرارة ترتفع بمعدل درجة تقريبا. ممكن يكون في فقط فرصة لإثارة بعض الرمال والاتربة على مناطق من غرب الجمهورية عند محافظة مطروح تحديدا، لكن من يوم الأربعاء الخرائط بتشير انه هيكون في ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة علشان نوصل على نهاية الاسبوع وبداية الاسبوع المقبل لدرجات حرارة بتصل الى 23 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، هتوصل ل 26 على محافظات جنوب الصعيد، ودي هتكون اعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية. زي ما قلنا هيكون هو ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة بمعدل يصل لاربع درجات تقريبا، ودي هتكون درجات اعلى من المعدلات الطبيعية مع اجواء مشمسة على اغلب مناطق الجمهورية. كمان حابين نحذر من الشبورة المائية صباح يومي الخميس والجمعة،
على الطرق الزراعيه هتكون شديده دكتور محمود ده ولا هتكون بنسبه بسيطه يعني؟ الشبوره المائيه؟ الشبوره المائيه موجوده معانا كل يوم، لكن يوم الخميس والجمعه تحديدا ممكن تبقى كثيفه احيانا على بعض المناطق الزراعيه والمناطق اللي بتكون قريبه من المسطحات المائيه. زي ما احنا عارفين الشبوره بتكون في نطاق محافظات القاهره الكبرى والدلتا والوجه البحري، السواحل الشماليه، مدن القناه، وسط سيناء، وحتى شمال الطائف. طب دكتور محمود، بالنسبه لفرص الامطار وسقوط الامطار، لان كان في يعني تحذيرات منها والحمد لله يعني ما حصلتش، هننتظر ايه بالنسبه لسقوط الامطار في الايام اللي جايه؟ هو بالتاكيد فرص الامطار حصلت على مدار ال 48 ساعه اللي فاتت، كانت زي ما قلنا امطار وصلت لغزيره على السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري، وامتدت خفيفه زي ما اعلنا مسبقا الى محافظات القاهره الكبرى بالامس. يمكن بعض مناطق من القاهره بالامس شهدت سقوط امطار خفيفه، لكن زي ما قلنا اليوم في فرص امطار خفيفه المتوسطه فقط على السواحل الشماليه. بالفعل هي بتمطر الان على هذه المناطق امطار ما بين خفيفه المتوسطه ان شاء الله بنهايه اليوم. طب وحاله البحرين يا دكتور محمود، يعني البحر الاحمر والبحر المتوسط، خاصه ان السواحل الشماليه في اماكن كتير للصيادين، هل ارتفاع الموج مناسب لانهم ينزلوا يشتغلوا في اي يعني ارتفاعات في الامواج او الرياح شديده او كده؟ لا، نشاط الرياح زي ما قلنا كان على مدار ال 48 ساعه اللي فاتت، لكن بدايه من اليوم في استقرار تام واعتدال تام في حركه الامواج وحركه الملاحه البحريه سواء على البحر الاحمر او البحر المتوسط، وارتفاعات الامواج لا تتجاوز ال 2 متر على كل حال. طيب شيء جميل. تمام دكتور محمود، احنا دايما في يعني يوم سعيد بنقول هنعرف هنلبس ايه النهارده، علشان بناء على حاله الطقس هيكون شكل اللبس النهارده ايه يا فندم، باعتبار ان دايما البرد وحاله البرد اللي بتيجي للناس يعني ربنا ما يوريها لحد اليومين دول، نتجنبها ازاي بالنسبه للبسنا؟ بالتاكيد طبعا احنا بننصح بارتداء الملابس الشتويه الثقيله. احنا في فصل الشتاء درجات حراره على القاهره لا تتجاوز ال 18 درجة مئوية، خلال ساعات الليل أجواء شديدة البرودة، فبكل تأكيد هي الملابس الشتوية الثقيلة يجب إن احنا لا نتخلى عنها أبداً، حتى لو شعرنا على نهاية الأسبوع ده بحالة من الدفء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف، مش بننصح إطلاقاً بالتخلي عن الملابس الشتوية. الجاكيت التقيل باستمرار معانا، حتى لو هنلبس بلوفر مدفينا بس يبقى معانا حاجة احتياطي يعني. سواء للناس كمان اللي بتنزل بدري او بترجع متاخر او بتنزل متاخر بالليل يعني. بالتاكيد. شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا فندم دكتور محمود القياتي، عضو الهيئه العامه للارصاد الجويه، شرفتنا ويومك سعيد. وبعد ما شفنا درجات الحرارة ويعني تابعنا كده الأجواء بشكل عام وقلنا لكم كل الأخبار المتعلقة بالطقس، ويومنا النهاردة إن شاء الله يكون يوم لطيف ودافي، وخدوا بالكم بس بالليل. أما معلومة النهاردة اللي بالتأكيد بنحاول نجيبها لكم إنها تكون تهمكم وبتخصكم بشكل مباشر، فالمعلومة الحقيقة مهمة جدا، خاصة إن إحنا البيوت المصرية بتبدأ تستعد بقى لإن رمضان قرب وبقى على الأبواب أقل من شهرين وينورنا هذا الشهر الكريم، وكمان الوزارات والهيئات المعنية بدأت تستعد، واستعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق معارض أهلا رمضان 2024 اعتبارا من يوم 15 فبراير المقبل، وبتستمر لمدة شهر، حيث سيتم طرح جميع السلع الغذائية والمنتجات واللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار. تستعد وزارة التموين مع الاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، بالإضافة إلى شوادر والسيارات المتنقلة، وسيتم تجهيز الأماكن المخصصة للمعارض بكل محافظة لزيادة طرح كل المنتجات الغذائية ومنتجات ويميش رمضان، كما ستشارك المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتخفيضات معارض أهلا رمضان.
مع الاستعداد لزيادة معدلات ضخ السلع والمنتجات طوال الشهر الكريم. يعني كل سنة وانتم طيبين، بدري شوية لكن يعني إن شاء الله نستعد كده برضو بالعقل وبالتوازن وبما يتناسب مع ميزانية كل واحد منا اقتصاديا، علشان يعني احنا في رمضان بنستهلك كتير برضو، بيبقى الهدر كتير يا جماعة. فناخد كل الأحوال يعني بنقول مش رمضان بس، ولكن طبعا تأكيد رمضان شهر مش للأكل طبعا أو يعني استهلاك أكثر. كلام فؤاد المهندس. أيوة بالظبط، هو موضوع فؤاد المهندس تحديدا. هناخد فاصل ونرجع لكم مرة تانية، ولسه معاكم في يومك سعيد. رجعنا تاني ويوم سعيد. علا كانت لسه بتتكلم في مسألة فؤاد المهندس ونشوف الاستهلاك وإزاي إن يكون مفيش عندنا يعني الاستهلاك كتير بالنسبة للسلع وغيرها، سواء يوميا أو حتى في رمضان يعني. في رمضان وغير رمضان، فبالتأكيد طبعا هيكون مسألة الأكل لازم نراعيه، نشوف السلع اللي لازم نعتمد عليها تكون يعني بدون إن ما يكون عندنا فيها إسراف. وبالتالي زي ما عودناكم في يوم سعيد بنشوف ممكن نفطر إيه بحاجات بسيطة تكونش يعني مكلفة قوي، وفي نفس يكون في نفس الوقت يكون أكل غير تقليدي، نكون إن شاء الله في فترة يعني سعيدة على مدار اليوم أكلة خفيفة. وهنشوف معاكو إزاي ممكن شيف يوم سعيد يقول لنا النهاردة ويقترح علينا الغداء، وجبة الغداء النهاردة هتكون إيه. تعالوا نشوف. يا صباح الجمال وسعادة لحضراتكم، نهاركم سعيد ويوم سعيد إن شاء الله. النهاردة هنعمل حاجتين وداد زي ما عودناكم كل يوم بحاجة جديدة. في أول اليوم النهاردة عاملين صنف بطاطس أومليت ببطاطس وخضروات المشكلة، تمام. ورأس الحاجة الأساسية فيه هي الإيه، البطاطس المهروسة، تمام. الحاجة التانية عاملين النهاردة نوع عصير اللي هو تفاح بالفراولة زي ما حضرتكم شايفين، والعسل الأبيض واللبن والكريمة. هنبتدي بالحاجة الأولانية اللي هي عجة البطاطس. هنحط حبة زيت في الطاسة بتاعتنا، لازم يكون الطاسة سخنة شوية علشان الحاجة دي، دايما لما نحط عجه او حاجه مكون مع مكون لازم يكون طاسه ايه عاليه. الفكره ان ايه، ان يكون طاسه عاليه، دي نصيحه ست البيت عشان ما تفرولش القلب الطاسه، الحاجه ما تفرولش في قلب الطاسه. هنحط مكوناتنا زي ما قلنا، البيض، بطاطس الحاجه الرئيسيه اهي، نحط عليها بيضه، تمام. الحاجه الثانيه حبه بقدونس وطماطم وفلفل. حطينا الطماطم، حطينا الفلفل، تمام. وبعد كده حبة البقدونس هنبتدي نقلبهم مع بعض. بعد ما نحط الملح والفلفل عليهم، فلفل اسود ده حاجة أساسية قلنا قبل كده وبنعيد تاني، ده من الحاجات الأساسية جدا في أي وجبة سخنة ومهمة إن يكون متواجد. خلاص عملنا زي ما حضرتكوا، حطينا مكونات بنقلبها علشان تتجانس مع بعض، عشان لما تنزل في الطاسة زي ما قلنا ما تفرولش أو تتكسر وتبقى شكلها الشكل بتاعها مش مقبول، تمام. كده جاهزه، اوكي. هنبتدي ننزل بيها في قلب الطاسه، بسم الله. كاننا بالظبط بنعمل عجه، بس الفرق ان بدل ما هي كلها بيض احنا ضايفين عليها الايه، بطاطس اهي، وهنفردها في قلب الطاسه كده، حاجه بسيطه خالص، شكل حلو وهيعجبكم والتست احلى ان شاء الله، والتغيير مطلوب. الفكره اللي احنا بنعملها النهارده في البرنامج معاكم كل يوم ان احنا بنغير الوجبه بتاعه الفطار علشان الناس ما تزهقش، وفي نفس الوقت يبقى عندها قابليه وجبه الفطار. الناس مش بتحب الفطار كتير ليه؟ لان بتزهق كل يوم فول، كل يوم اومليت، كل يوم مش عارف ايه، نفس الشكل. الناس مش حابه الكلام ده، الناس حابه تغير، الناس حابه تغيير. تاخد درجة السوا بتاعتها واللون، نعمل ايه، حاجة بسيطة قوي هنا، نحط مكوناتنا بتاعة العصير بالترتيب بتاعها كده، بسم الله. عندنا الفراولة وعندنا كمان تفاح وعندنا حبة العسل الأبيض، تمام كده. كده احنا جاهزين، ونحط كمان حبة اللبن. قلنا الكمية احنا بنحددها بناء على عدد الافراد الموجودين اللي هيفطروا. كل ما زادت الكمية بتاعت الناس اللي هتفطر، كل ما نزود كمية الاكل، كل ما قلت كل ما نقلل. ليه؟ عشان ما عندناش عندنا فايض اكل ازيد من اللازم ويبقى هالك.
كده احنا جاهزين بيه. العنصر الاساسي في الفطار هنا في العصير هو الفراوله، فلازم يكون اللون الدائم واللي ظهر اكتر هو اللون الاحمر. نبص بص على العجه الجميله بتاعتنا، ممكن نقلبها دلوقتي اهي. تمام، نجيب بقى الكوبايه بتاعتنا هنا للتقديم، نجهز مكاننا. زي ما حضراتكم شايفين خدت اللون اللي احنا عايزينه الذهبي، تمام، الوش الاولاني خد اللون الذهبي، ننزل كده نظبطها اهي. دلوقتي لحظه الزبده، احنا ليه دايما قلنا حته الزبده في الاخر؟ علشان ما تتحرقش وفي نفس الوقت تاخد القوام بتاعها، بتدي قوام وشكل ولون وتست وفي نفس الوقت ما تتحرقش، قيمه غذائيه بنحافظ عليها اهي. زي ما حضراتكم شايفين اهو، زي ما حضراتكم شايفين كده احنا ابتدت تاخد اللون بتاعها والزبده ابتدت تدخل في طعم الحاجه. هنبتدي نعملها قلبه زنطوطه تاني بحيث ان هي تاخد يبقى على الوشين، الوش ده زي الوش ده بالظبط. ابتدت تاخد اللون الاحمر اللي احنا عايزينه. هنبتدي نجيب الطبق التقديم بتاعنا كده، طبق جاهز، على ما تاخد اللون بتاعها هنصب العصير. الفكره في الاكل ان احنا بنقدمه لازم يكون بريزنتبل. يعني ايه بريزنتبل؟ يعني حاجه مقبوله شكليا، يعني حاجه يكون ان احنا واحنا قاعدين بناكل مش اكتر من هو وجبه محطوطه، لا ده حاجه تفتح النفس زي ما بيقولوا كده، حاجه تفتح النفس. زي ما حضراتكم شايفين خلاص درجه السوا بتاعتها وصلت للمرحله اللي احنا عايزينها، تمام، متاكد ان هي مظبوطه كده اهي. بعد كده هنروح مقدمينها في قلب الطبق، تمام، نطفي التنور بتاعتنا كأنها كده. اخر حاجه هنحطها زي ما قلنا، الشكل مهم جدا ومطلوب، لازم درجه التقديم بتاعتنا يكون وجبه لليوم. بعد ما خلصنا افطارنا جميل ان شاء الله يكون النول عجبكم ويكون كويس. بنوصي ست البيت وجبه غدا جميله جدا هتعجبها، هتشوفها على الشاشه دلوقتي بحيث ان هي تكمل يومها. احنا عارفين طبعا الحيره اللي بتقابلها كل يوم، فعشان كده احنا جهزنا لها وجبه موجوده على الشاشه، وهتفضل حضرتك تتعرض دلوقتي. والف هنا ويومكم سعيد. أتمنى وجبة الفطار تكون عجبتكم وتفطروا قبل ما تخرجوا لأشغالكم ومدارسكم ومهامكم اليومية. احنا النهاردة في فقرتنا زي النهاردة معنا نجم الحقيقة كلنا بنحبه وكلنا يعني عشنا معاه أجزاء من طفولتنا، ولحد دلوقتي بنتفرج على فطوطة وسمورة وكلمة أكشن من سمورة وأكشن من فطوطة برضو كانت لها تأثير كبير فينا. يعني أنا بتكلم عن نفسي شخصيا الحقيقة في الموضوع ده، يمكن أجيال تانية تكون ما لحقتش هذه الفوازير، لكن سمير غانم كان من النجوم المميزين جدا في عالم
عالم الفوازير، واول فوازير كانت على يعني في مصر كانت على ايده، على يعني هو والفنان الراحل طبعا فهمي عبد الحميد المخرج الجميل. رحيله كان زي النهارده، لكن اعماله الكوميديه المتنوعه اللي بداها مع ثلاثي اضواء المسرح ضيف احمد وجورج سيدهم، واللي استمرت صداقتهم واعمالهم الكتيره اللي امتعتنا وما زالت بتمتعنا، وما زال طبعا رحيل الفنان سمير غانم مأثر فينا لانه كان نجم متميز. وهنتابع التقرير ده ونرجع نكمل معاكم يوم سعيد. رجعنا تاني لاستوديو يوم سعيد، وراجعين دلوقتي مع فصيح السينما المصريه. هنبدا فقرتنا مع ضيفنا النهارده الفنان احمد فرحات، اللي محدش يقدر طبعا ينسى أدواره الجميلة في فيلم إشاعة حب وكمان سر طاقية الإخفاء. كتير من الجمهور ما يعرفش بعض التفاصيل، هنعرف كتير عن الفنان أحمد فرحات طبعا، يعني تفاصيل أكتر هنقولها لكم، والأستاذ أحمد بنفسه هو اللي هيكلم معنا فيها، لأن فعلا يعني بنتكلم عن فصيح السيمة المصرية اللي محدش هيقدر ينسى كل أعماله، ولا حد يقدر ينسى الإفيهات اللي كنا لسه بنتابعها معاكم على الشاشه، وهتفضل وهتدوم ان شاء الله. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا اهلا استاذ، صباح الخير يا جماعه. اهلا، يوم سعيد ان شاء الله. يوم سعيد على حضرتك. اما حضرتك بتشوف الفقرات او بتشوف اللقطات بتاعت حضرتك على الشاشه، بترجع بالذاكره كده لسنين كتير، بتفتكر اول لقاء ما بين حضرتك وبين صلاح ابو شهيب؟ سعيد جدا، سعيد جدا جدا، ربنا يخليك. وبتديني بهجه وفرحه لكن بيبقى عيني ناقد، لان انا كبرت فانا ضغط، فعين الناقد انت دي لو كنت عملت الشيء الفلاني كان احلى من الشيء العلاني، عين الناقد يعني. وببقى فرحان طبعا وسعيد جدا 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 لما اشوف نفسي. بس هو الواحد بيحس بتلقائيه يعني، كانوا المخرجين بيوجهوك ولا دي تلقائيه الطفل في اداء الدور بتحفظ وتخش تعبر بقى؟ انا مش هكلم المخرج طبعا، لكن في بضيف اضافاتي يعني، مثلا فيلم اشاعه حب كان عندي 14 سنة، كنت كبير، فبيقول لي خش وقول سيداتي انسان سادتي، وانا من الكاميرا على قدام هند رستم. قلت له يعني ايه؟ مش جاي اضواء المدينة؟ قال لي اه. قلت له اقول نكتة؟ قال لي تعرف؟ قلت له اعرف النكتة. النكتة ايه؟ انا دي من ابداعي انا. عمره حد ينساها. حلوة قوي، جميلة جميلة جدا. شوفي بقى حب جمال الفن الزمن الجميل مدام هند رستم، قالت لما اقدمه بطريقة فيها تباين، ان انا اقدم لكم نمرة نمرة نمرة، الاستاذ الكبير احمد عدى طبعا بتاعه تزامن على الباك. يعني ناس بتحب بعضيها، والفن الجميل زمن الفن الجميل لا ينسى. طب ذكريات حضرتك مع صلاح ابو سيف، يعني اول لقاء ما بين حضرتك وما بين يعني هذا المخرج صلاح يوسف. بصي انا صلاح ابو سيف انا كنت بمثل في المدرسه مسرح مدرسي، فانه ابو طلق وامي طلقت، بقت اروح هنا مش لاقي نفسي، اروح المهم بقيت في الشارع طفل يتيم وانا ابويا وامي عايشين. فمثلت المسرحيه دي في المدرسه، فواحد قال لي الله دي انت بس انت حلو قوي، احنا عايزينك صلاح ابو سيف نشوفك. قلت له انا ايه يعني مش عارف. والدي كان معايا، فقعد يتكلم مع والدي، رحنا ثاني يوم لصلاح ابو سيف، فبيقول لي بتعرف تمثل؟ انا عظيم قوي في نفسي قوي، قليط قوي، بتعرف تمثل؟ قلت له اه بعرف امثل. قال لي تمثل حته، رحت تمثل حته مني، انا يتيم وام وابوي عايشين ومش عارف ايه. قال لي الله حلو قوي. جابوا له قبل كده 1000 طفل، ان يعني الدور ده يديه لحد ده ما رضيش يديه. يعني حضرتك دخلت عالم الكوميديا من بدايته، كان في المسرحيه لا دراما الاول يعني. لان مت في الفيلم ده وفيلم شمس. لا انا اقصد الاكتشاف حضرتك في التمثيل والاحتراف بدا بالمسرحيه في المدرسه بدور تراجيدي، يتيم اب وام انفصلوا، ومثلت دور تراجيدي مع فارس شوقي اللي هو مغرب اجازه، وموت في الاخر من الاصابه بتاعتي قتلتني يعني، وماشي بالعربيه طستني بالعربيه. وفيلم مع جميله ثروت اسمه شمس العين، لما جم اليوم الثاني اللي هو في قمر الشريف. قمر الشريف كان 64 ممثل عالمي طبعا، لان راح 62 بقى 64 او ناس. فاول ما شفته رحت جاري عليه، نطت عليه وبيسه ونطت عليه كده. انا قال لي انا اعرفك يا احمد كويس، انت كويس. قلت له انا اعرفك، بس انا هقول لك حاجه انت ما تعرفهاش عن نفسك. قال لي انا ما اعرفهاش. قلت له قول يا ابني.
قلت له انا كنت في 62 في مجر في القدس الشرقيه. لقيته بيقول لي مصر، مصر فين؟ مصر بتاعت جماعه الناصر عمر الشريف. قال لي يا لهوي انا مشهور في القدس الشرقيه كمان. قلت له طبعا وحبيني قوي. ما كانش بيبقى في خضه استاذ احمد؟ لا انت حضرتك يعني الخضه راحت في المسرح المدرسي. اتعلمت ان انا اقف قدام الجمهور واتكلم الجمهور وعادي اغلط ما غلطش مش اشكال يعني. مفيش خطه طبعا. فلما جه المخرج قال صراحه يعني فاطين عبد الوهاب قال لي جابه يقول له بابا مين؟ قول بابا انت. قلت له احنا مش بنضحك عليه. طب ما انط عليه نفس النطه دي وابوسه واخر بال شده واحضنه ويقول لي بابا مين يا واد؟ قال له انت حبيبي. نضحك عليه كده يا يسوع بابا الناس كلها حضنوني وبوسوني وانت فنان جميل يا احمد يا فندم. يعني حضرتك فاجئتنا دلوقتي يا فندم بكواليس يعني حاجات من اللي انا كنت لسه بقول عليها افيهات خلاص بقت محفوظه عند الناس. حضرتك اللي طلعتها. انا كنت نضغط يعني كبرت. بس برضو كان سنك صغير على 14 سنه. يعني صغير على انك تقدر توظف المشهد بشكل واحد بيحب الناس دي قوي. بيحب الفنانين ودخل بينهم. هي دي التلقائيه بقى. اتعلمت منهم بقلدهم. انا كنت بقلد عبد الحليم وقلد اسماعيل ياسين وقلد اتشبعت روحي بينهم اتعلمت منهم. فلازم يبقى يوسف غير عادي تيفو سوبر. دور تاني الفيلم الوحيد اللي عمله طول. الفيلم ده المخرج فيه اهم شيء في الدنيا الابداع. المخرج الممثلين حاجات بسيطه. وحتى نقى ممثلين الصف الاول من الصف العاشر مثلا يعني او الصف الخامس يعني انت عبد الحميد وعبير ابراهيم. وبعدين كان عامل ابويا كان ابو احسان ابو قدوس ابوه محمد ابو قدوس كان ممثل مع ابوه وكده. قديم يعني ممثل قديم. فجاب ناس كويسه قوي وعمل فيلم حدوته حلوه خربشت في دماغ الناس. الناس في مصر خربشت في دماغهم الفيلم ده لان الخلع اللي فيه ما كانش فيه خلع وفيه تكنولوجيا ولا كمبيوتر ولا بعد ما بقيت نجم وفنان بقى معروف وبتمشي في الشارع والناس بتشاور عليك وده اللي مثل في اشاعه حب ده اللي مثل في سر طاقيه الاخفاء. كنت بتتعامل مع اصحابك ازاي؟ عادي ولا خلاص بقيت نجم عليهم كمان؟ يا حبيبي بصي يا حبيبي انا راجل من عيله ملتزمه. عيله تفهم في اصول دينها. التواضع سمه الاقربين. لا كنت متواضع جدا وعشان كده الناس حبتني حبوني قوي في الشارع وزمايلي مثلا كانوا يشيلوا لي الشنطه وانا رايح المدرسه حبا. ايوه مش كرها يعني. ايوه طبعا. مش عارف هي صوت حضرتك وملامحك ال يعني الكيوت مخليه يعني خلت الناس كلها تحبك والناس كلها تتعامل معاك وان صوتك لحد دلوقتي برضه ما اتغيرش كتير. بتتعامل الناس بدين وبلطف وتعامل الناس باحترام ده حاجه مميزه يعني فيها. الفن اصلا بيرتقي بذوق ومشاعر طبعاً الناس فما بالك بقى حضرتك فنان وعندك رساله وبتوصلها كمان للناس. الحمد لله فنان. طب على ذكر المدرسه برضو المدرسين كنت كانوا بيعاملوك ازاي وازاي هم كانوا بيعاملوك؟ في مدرسين كانوا كويسين. في مدرس كان شفت من هنا شاف عفريت ده اللي هضحك واعمل حركات قرعه وهضحك العيال وبتاع لا تبر. كنت شاطر في المدرسه ولا كده؟ طلعت شاطر في الرياضه. اطلع بره. فتحديته يعني ان غير مدرس بقيت شاطر في الرياضه. حضرتك دخلت مجال هندسه بعد كده هنتكلم عن الجزئيه دي. الحمد لله. هل فعلا دخول حضرتك مجال الهندسه كان بقى سبب ان انت تبعد عن السينما والكاميرات والاضواء؟ نكسه جت 67 كلنا نسمع عن نكسه طبعا. الفن في مصر راح ما بقتش فنان. انا زعلانه واخده ارض حته من ارضهم. فالفنانين راحوا بيروت عملوا افلام بيروتيه انها ولد وبنت ورا شقه ومش عارف ايه وسلبيه في المجتمع والحاجات الوحشه. مرحله ولكن الشارع المصري الفني ده مات. فواحد اسماعيل ياسين ممثل عظيم وعبقري قعد 5 سنين من غير شغل لان الفن اتغير. طبعا فانا في الوقت ده قلت لا انت لازم تغير نفسك خالص وتنسى انك انت فنان وتتعلم وتاخد ثانويه عامه وتاخد المعهد اللي انت بتحبه وتخصص اللي انت بتحبه وبتديله وتخلص في عملك.
فالحمد لله تعينت في رئيس الجمهوريه مكتب رئيس الجمهوريه مهندس اتصالات، واخلصت جدا في عملي. هم لما لقوني كويس جدا بقى يودوني امريكا اتعلم اكتر. الشيخ الرئيس مبارك، انا كنت ايام مبارك 2010، مبارك كان بيحميني جدا لاني مجتهد وما روحش الا لو في عطله او بتاع، يعني انسان محترم جدا وبحب شغلي جدا، فعشان كده اداني قناه الدوله التقديريه من المستوى الاول، يعني اعلى وسام في مصر. حضرتك تستاهلها، والكل يحبك، كل الناس بتحبك. ربنا يبارك فيك يا فندم. طيب الاعمال مثلا اللي عمرك ما تنسى مشهد معين فيها وحتى الان يعني معلق معاك وتقول مثلا ده المشهد بالنسبه لعمري وحياتي الفنيه؟ بابا انت يا حبيبي. بابا انت يا حبيبي. عشان انا بألفه بألفه وعامل التنصيب بتاعه والحركه بتاعته وكل حاجه، فهو انت يا حبيبي. والنكته كمان نكته جميله اللي انا برضه مؤلفها، يعني دي تاليف حضرتك. قضاء وقدر. والله العظيم واحد بيداوي قوي من حماسه. مين بيخليك تبتسم او تتابع اعماله الكوميديه وبتفرح كده لما بتشوفه على الشاشه؟ هنيدي، محمد هنيدي. محمد هنيدي دمه خفيف قوي، دمه خفيف جدا، ومحمد سعد كمان. وانا متفرج كويس جدا، وعندي انا فاضي عن معاش او ما عنديش حاجه شغل، فبحب كل حاجه. يعني هقول لك حاجه، مش تمثيليه زينهم اللي جت من يومين دول، ممثل جديد خالص، واحد جديد خالص، عجبتني جدا، لان موضوع اللي فات عنه يعني ايه، ما اتكلمناش عن دكتور التشريح ده خالص. الحاجات دي تهمني قوي 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 قوي، ان انا اتعلم منهم. مثلا التمثيليه دي ما فيهاش مشهورين حد خالص، ورغم ذلك عجبتني. وفي حاجات كتير بتعجبني، يعني معظم الحاجات بتعجبني. طيب لو بنقول الاسره، ازاي الاسره برضو كان ليها دور في الحياه طبعاً. والحياه كوميديه لاحمد فرح. الاسره، انا اسرتي كبيره، كان ثلاث بنات وثلاث صبيان وانا السابعه اخر عنقود. ما شاء الله. كانوا كل يوم خميس يعملوا حفظ السمر، يعني ايه اللي حافظ النكته يقولها، اللي عارف شعر يقوله، اللي يعني نقعد العيله نجتمع كلنا. ما كانش فيه لا سوشيال ميديا ولا تابلت ولا كده، فتجميع الاسره دي ولا الوقت ما فيش الا راجل واحد. فكنا بنعمل حفظ السمر، بتزود مداركنا، بتخليك تعرف ما تتكسفش. ما دي من اسرك، تستمتع من اسرك وبعدين مصحى بعد كده. فبنعمل حفظ السمر، لازم كل ابن يحضر حاجه للحفله دي. فيا ريت نقعد تاني مع اولادنا ونفضلهم، يعني على ذكر الاولاد والاسره، بنتكلم بقى في الاسره في الدايره يعني اصغر، الزوجه مع الزوجه وازاي كان ليها تاثيره؟ انا ما عنديش اولاد، ما اقدرش، ما عنديش انجاب، يعني ما اقدرش اخلف، بس اتجوز كويس بس ما اخلفش. والزوجه بتاعتي اسمها فوزيه عبد السلام، بقى لي 23 سنه متجوزها، اخر واحده دي اخر واحده، دي كده ولا كده كتير، بس ما فيش توافق يعني. لا بنت حلال، وبعدين لما جيت بالغلطه بهرتني، ما فرطش فيا، يعني انسانه محترمه جدا، اصيله، ده كل حب وكل احترام. ربنا يخليك. ليها تحيه بالتاكيد. فيلم شارع الحب من الافلام اللي معلمه معانا، وعبد الحليم طبعاً نجم من نجوم السينما والغناء اللي ما يتنسوش. عبد الحليم بتعرفي عنه انه ذكي، ذكي جدا، ذكاء جميل جدا. طيب لما ظهر احمد عدويه ومحمد رمزي بالاغاني الشعبيه، قال انا نفسي اغني شعبي، قالوا لا. صورة حضرتك في الرقصه في ازاي يا حليم يغني شعبي؟ ما ينفعش. قالوا لا، عايز اغني شعبي. فجاب لي الابنودي حبسه في البيت. قال له مش هتمشي لما تكتب لي اغاني شعبيه. كتب لي على كل ما اقول التوبه وعلى عز الزبدات والحاجات دي. نجحت اكتر من الناس المتخصصه في يعني عايز اقول لك انسان ذكي وبحب شغله جدا. وده اللي خلاني ان انا احب شغلي جدا. يعني تعلمت منهم فكره الاخلاص للعمل حاجه جميله التفاني فيه. حضرتك ممكن ترجع تمثل تاني دلوقتي؟ الرقصه دي حد كان بيدربك؟ معلش يا علا، بس الرقصه دي حد بيدربك عليها يا استاذ احمد؟ ولا حد ضربني عليها ولا حاجه. دي شقاوة اطفال. قالوا لي تك تك تك، يلا. رحت مش داخل بالشغل ده كله، وافتح بقي واعمل مش عارف ايه. حركات تلقائيه من طفل يعني. يعني لا، تلقائيه جميله جدا. وبعدين الفيلم ده يعني
تغيير حياتي من الدراما للكوميديا يعني. غير ده اللي خلاني قبل سيف الأكفر. قال لي بص منتج رمسيس نجيب قال الفيلم معمول من زمان وكانت العقود مع الممثلين الكبار من زمان، ناقص فصيح السينما المصريه، الفصيح يعني دول الولد الطفل الصغير، لما لقيتها في سعد قلبك كوميديان جميل فخدتك. وفيلم انا وبناتي برضو فيلم من علامات السينما المصريه في جميل الوقت ده. لو الفيلم ده اولا افتكر كواليسه معانا بقى دلوقتي. الفيلم ده عملت فيلم زبيده ثروت اللي هو بتاع المعاميد، فالمصور راح موضيني على عقد ب 20 جنيه بس. المفروض تاخد اعلى يعني؟ بالنسبه للتناسب يعني. قال نفذ الفيلم. انا ممكن ما انفذوش 100 حاجه، الاسم اتغير، الاخرج اتغير بتاع، لكن نفذته عشان خاطر المخرج عجبني حسين حلمي المهندس، مخرج عبقري. المخرج عجبني وقلت لو هدفع فلوس همثل زي عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ عبد الوهاب اول ما طلع راح مقضيه على 3 افلام ب 20 جنيه. وجه شهر قال له ما انفذ، كان ممكن انفذ لا يعني انا بكلمه في الالتزام بقى الكلمه صغير بس بيتكلموا زي قانونيه، انت ممكن تنفذ افلام شفناها دلوقتي مثلا ولسه موجوده في السينما. عمري ما ارفض اي دور لان انا قادر ان انا اغير الدور. اغيره باتفاقي مع المخرج طبعا. قد يعني انا يعني فيلم اشاعه حب كنت طالع اقول سنان وانا الكوره على عندي رسم قلت له لا اقول نكته. فعملت طريقه في مع بابا مين اول ما انت انه نضحك عليه. فانا قادر اغير الفيلم لصالحي. فعول انا رفضت الفيلم. معانا المشهد بتاع هند رستم بتقدم حضرتك النكته من اشهر النكت. للاطفال حتى في الحياه دلوقتي بقى فيها منغشه طول الوقت يعني بقوا مختلفين يعني. مين بيعلق معاك وبتفتكره وبتقول ده هيبقى طفل معجزه في عالم السينما والدراما؟ الاطفال اليومين دول المخرج بين الطفل يلمعه ويقول الكلمتين بتوعه ويمثل الدور بتاعه وبعدين يزقه بايده وينطره بايده. لكن انا كان في متابعه، كانوا مخرجين واقفين جنبي، كان المخرجين بيحبوني جدا واقفين جنبي بيطمئنوا عني، حتى لو في شغل بينا بنشوف بعض في اللوكيشن او في بلاته، ايه يا احمد عامل ايه وعندك ايه وهتعمل ايه. يعني مثلا فيلم اخر شقاوه طلع فيه يهودي، فعبد الحليم حافظ جاي لي فيلم اخر شقاوه وطلع يهودي، قال لي احمد يا حبيبي احنا بنحبك بس عايزين نكرهك عشان انت اسرائيلي مش يهودي، اعمل ايه؟ قال لي خلي عينيك مبرقه وطول الكلام هات مش عارف ايه وعينيك مبارك هنكرهك. ومثلته بالطريقه دي ابدعت فيه وطلع حلو جدا. دايما مبدع. بس قبل ما نختم مع حضرتك، حضرتك ممكن ترجع تمثل الايام دي تاني ولا مفيش؟ طبعا بس هي عرض وطلب، مفيش عرض. انا ما بحبش اخبط على طول عمري اتخطفت من واحنا صغير فما بحبش اخبط على حد، فيا ريت ارجع وانا اتمنى هذا. ايه النكتة اللي على بالك دلوقتي ممكن تقولها لنا وتخلي يومنا سعيد بيها؟ عينيا تسلم. عينيا واحد فلاح جه رجع بلده قال يا سلام ده مصر دي من الدنيا، مصر دي الخير كله، ده يا سلام كله تمشي تلاقي جنيه. كله تمشي حتة تلاقي فيها جنيه. واحد طمعه واحد سمع الكلام ده خد القطر وتفليته كده وراح مصر. نزل من القطر أول ما نزل لقى جنيه فعلا. قال له الله كلامك صحيح يا محمدين، بقول لك يا جنيه خليك هنا ما تجيب من أول الصف. طماع طماع يعني هيرجع يجيب من أول الصف. فصيح السينما المصرية شرفتنا ومفيش أحسن من النكتة إن إحنا يعني نختم الفقرة مع حضرتك ويكون يوم سعيد على كل اللي بيتابعونا النهارده إن شاء الله. شكرا ليك يا الأستاذ الفنان العظيم الكوميديان العظيم أحمد فرحات، شرفتنا. شكرا ليك. طبعا قبل ما نروح لضيف اخر فقراتنا النهارده وضيفتنا، سالنا الشباب لما بتخرجوا مين اللي بيدفع الحساب؟ انت ولا هي؟ هنشوف بقى الناس هي قالت ايه. نشوف ونعرف. انت بالنسبه لك ولا بلاش؟ بلاش ما نعملش احراج. نروح نرجع لكم تاني. لما تخرجوا سوا مين اللي بيحاسب؟ انت ولا هي؟ انا اللي بحاسب. عشان ما ينفعش حد تاني يحاسب، يعني ما ينفعش انا بخرج انا وهي وهي اللي تحاسب وانا قاعد جنبها كده او نشير فيها، ما ينفعش. نص بالنص يا صاحبي.
ده انا بكفل لما بترن على لما بيرن عليها بكفل عشان هي 010 وانا 012. لو انا خرجت يعني انا وهي اللي حاسب يعني مش هينفع اخليها اللي تحاسب. انا طبعا لان هي البنت وانا الراجل. انا طبعا عشان الراجل. لا استنى واحده تحاسب لي يعني على حسب. انا لو معايا فلوس بدفع، لو هي معاها فلوس هي بتدفع، احنا بنشيل بعض. ده كده في احراج بقى وكلام من ده. بص هو مبدئيا لو الفلوس مش معايا قد كده ف هي اللي بتحاسب. اعتقد ان من البيزكس ان هو اللي يحاسب. لا انا عشان ما ينفعش هي اللي تحاسب، انا الراجل. يعني الحقيقة أن الفقرة دي من الفقرات اللي هتعجبكم، لأن كلنا وإحنا نازلين رايحين شغلنا أو عندنا مناسبة أو رايحين نعمل نشتري ونعمل شوبينج للبسنا للبس ولادنا، بنبقى محتاجين نعرف إيه الحاجات الموضة، محتاجين نعرف إيه الألوان الترندي اللي ممكن نلبسها الأيام دي، إزاي ننظم دولابنا لو إحنا عندنا حاجات ممكن يعاد استخدامها حتى لو هي مش موضة، إزاي ننسقها وإزاي نخليها شكلها كأنها جديد وممكن نستخدمها تاني. كل ده بقى مش بس يعني وأكتر كمان، ومش هننسى برضو الرجالة، هنقول لهم بعض النصايح كده وممكن يلبسوا إيه في فصل الشتاء. خبيرة الموضة والتجميل شيرة زقزوق، أهلا بيكي، صباح الخير ويومك سعيد. صباحك فل وألف مبروك على البرنامج. ميرسي، ربنا يبارك فيكي ومنورانا النهاردة ومبسوطة أنك معنا. وعايزة أبدأ كده بفكرة الدولاب، يعني كلنا بيبقى عندنا قطع كده مميزة أو لها ذكرى حلوة عندنا بنفضل محافظين عليها جوه الدولاب، أحيانا ممكن ما نلبسهاش بس ما أقدرش أستغنى عنها. فهل ينفع توظيف حاجة مثلا كانت من 10 سنين عندي بس هي لسه كويسة وجميلة ولونها ممكن أستخدمه أو لا؟ أعرف ده إزاي وأنسقه إزاي؟ بصي، أول حاجة ينفع نعمل ده بس حسب البيس. يعني لو هي البيس دي هي بس احنا مرتبطين بيها عاطفيا، يعني نحافظ على قطع اتنين ونحطهم في صندوق، مش لازم يبقى جوه الدولاب، لان الدولاب كلنا بنفتح دولابنا بنتوتر ما بنعرفش نقفله. فدي حاجه متعبه جدا ومرهقه، والناس مش كلها عندها ملكه او اتعلمت ازاي القطع الموجوده في الدولاب تستخدمها بكذا استخدام. كذا استخدام دي البيس الناجحة على الأقل تقدري تلبسيها ب4 لـ5 طرق بيس الواحدة. ده اللي هي ايه بقى البيس؟ اي بيس، اي بنطلون، جاكيت، كل ما تعرفي تعملي لها ميكس اند ماتش اكتر كل ما دي تبقى قطعة ناجحة مميزة. مش مميزة بس، كمان ناجحة وفاليو، كفاليو كمان كفلوس، كقيمة. ان انا ادفع فيها مثلا سي 100 جنيه بس هي انا هلبسها 4-5 مرات او اكتر، فانا كده يعني كل ما انت كل ما هي موفرة كل ما هتبقى هي كده قطع ناجحة. طب احنا نعرفها ازاي؟ هي اساس بتاعها انها قطع بيزك، قطع مناسبة لشخصيتنا جدا ومناسبة لللايف ستايل حياتنا اللي احنا بنعيشها. يعني انا لو بشتغل في بنك هلاقي الدولاب بتاعي اغلبيته فورمال، فيه حاجات فورمال، مش هلاقي حاجات فيها سبورتي اكتر او حاجات رياضية اكتر. انا بقى ببتدي اقيس انا حياتي، يعني بعمل زي جدول كده، براقب نفسي لمدة اسبوع لاسبوعين انا يومي ماشي ازاي وحياتي ماشيه ازاي، وبشوف نسبه حياتي انا محتاجه مثلا كم قطعه فورمال كم قطعه كاجوال في يومي وفي حياتي، وببتدي اشوف دولابي بقى. يعني احيانا كتير قوي احنا بيجي لنا ننزل الاسواق بننبهر بالحاجات اللي موجوده في الويندو ونشتريها من غير ما نفكر نوظفها. من غير ما نوظفها. من الحاجات اللي بتخلي الدولاب بتاعنا زحمه ان في قطع مش متكمله. يعني ايه مش متكمله؟ اللون، التصميم، كل الحاجات دي. كل يعني كل دي قطع افكار جوه القطعه نفسها، يعني الماتيريال جزء منها، الكات بتاعتها يعني ترند ولا مش ترند، حاجه عشان سعرها مناسب ليا في الوقت ده او هي عجبتني علشان لونها وخلاص، لازم يا اما اجيبها متوفقه معاها الحاجه اللي هلبسها عليها، او انا عندي في دولابي حاجه هعرف اوفقها عليها. طب تعالي نحط بلان تمام للشراء. اوكي، احنا اول حاجه عشان نعرف نشتري هنبتدي نفتح دولابنا، هنلاقي هيبوظ في وشنا طبعا اساسي. يعني هنبتدي بنقسم الدولاب ونرتبه على 4 حاجات او 3 حاجات. ايه هم 3 حاجات اللي بنرتب بيها دولابنا؟ لا اما بالاطوال،
اوكي لا بالالوان يعني كاتيجوري الوان فواتح غوامق ابيض اسود جراي نبتدي نحطهم بالوانهم لا اما بالجواكت لوحدها البنطلونات لوحدها الشميزات لوحدها الجوبات لوحدها ونقسمهم از ايتم دي طريقه ودي طريقه ودي طريقه لا اما اخر حاجه تقومه اطقم بيها بس انا افضل الطريقه الرابعه دي بتاعه التقومه انت لو انت عندك شغل مثلا كل اسبوع بتيجي تقفي قدام الدولاب كل يوم بالنص ساعه بتضيع وقتك وانت مش الشهيره ما عنديش حاجه البسها ما عنديش حاجه البسها فانت بتطقمي يوم واحد في الاسبوع نص ساعه بتقفي او اقل حسب بقى كل ما انت بتنزلي اكتر دولابك اكتر كل ما انت هتعرفي تطقمي التقمه بتاعتك اكتر اسرع طيب دي اول حاجه تاني حاجه هنشيل كل الحاجات اللي زي ما احنا قلنا متعلقين بيها عاطفيا متعلقين بيها عاطفيا واحنا بنلبسها يبقى اوكي هنسيبها متعلقين بيها عاطفيا زي مثلا زي ان اغلبيه الناس حاطه فستان فرحها في الدولاب بتساليني ليه اقول لك ما اعرفش حاطين قطع سواري كتير جدا حاطين قطع صيفي جوه الشتوي حاطين حاجات لمناسبات بتفكرهم بحاجه حلوه او حاجه اعمل ايه في السواريهات وفي فستان الفرح بنحطه بنجمعهم لا بنجمعهم نشيلهم في مكان بتاع تخزين ما نشيلهمش في الدولاب اللي كل هو كل ما نفتح الدولاب كل ما الدولاب يبقى مساحه الحركه فيه اسهل كل ما احنا شايفين احسن كل ما احنا هنعرف نختار لان أحسن. في قطع بتختفي بقى في وسط الزحمه كده وممكن تنسيها السيزون يخلص وما تلبسيهاش بصي لو احنا مقسمينهم ككاتيجوري دول اكتر طريقه بتريحنا ان انا حاطه البلوفرات لوحدها الجواكت لوحدها البنطلونات لوحدها الجوبات لوحدها دي بتريح جدا 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 انك بتختاري الحاجه وبرده الاكسسوري والجزم برده البوتات لوحدها يعني لما كل ما اقسم الحاجه كل ما تبقى احسن يليها الالوان يليها الاطوال يعني دول احسن طرق للترتيب تمام. طب انا فتحت دولابي ورتبت وشلت كل الحاجات اللي ملهاش لازمه هبتدي ابص بقى في القطع اللي ناقصها حاجات اوكي وهبتدي انوت ابتدي اسجل انا ايه اللي عاجبني وايه اللي مش عاجبني طب انا ناقصني الجاكيت ده مثلا ناقصه بنطلون وناقصه بلوفر طب انا عندي ايه كمل عليه ابتدي اماتش الحاجه مع بعض وكل ما بيس ينفع البسها بكذا طريقه كل ما هي زي ما احنا اتفقنا انها ايه نجحة. هتبقى ناجحه طيب هبتدي انزل السوق هلف لفايه اتفرج على الدنيا وهقابليها ممكن بس على اليوتيوب ابتدي اعمل سيرش كده صغنن بص اشوف ايه الموضه ايه الالوان هنتكلم في القصه دي كمان شويه عشان نسهل الموضوع على الناس عملنا كده ابتديت ابص في الاسواق انا اول اهم ما في الموضوع ان انا ابص على البادجت اللي انا حطاه البادجت دي نمره 1 و2 و3 و10 ليه لان انا ممكن قطعه تعجبني لاي سبب من الاسباب شفتها على حد عجبني لونها عجبني شفتها ترند بس ما تلاقش عليا انا او تلاقش على شخصيتي احنا عندنا بندور على ثلاث حاجات مهمين جدا 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 ودي عامله فيهم دراسه اول حاجه اللون بتاعها مناسب للاندر تون بتاعك في الوان درجات الوان تنفع معايا ما تخليش وشي يبان فيه هالات سودة ما يخليش وشي يبان فيه كرمشة رينكل دي بتنور وشي اكتر دي الالوان اللي معانا على الشاشة لا دي الالوان دي الالوان الترند دي الوان الترند اوكي لكن عموما كل واحد ليه الالوان اللي بتليق على بشرته بالظبط دي اختبارات بنعملها بنشوف بيها طيب احنا في ناس تقول لك مثلا انا بحب يبقى دولابي مليان اسود مثلا انا بحب اللون ده وممكن ما يكونش هو اللون اللي بيناسبها زي انت ما بتقولي تختاره ازاي او تعرفه بصي في يعني مقوله خاطئه وفكر خاطئ 180 درجه ان الاسود بس هو اللي بيرفع احنا بنحب الاسود من ليه عشان احنا بنتدارى فيه وهو اللي بيرفع الاسود الدارك بلو البني الغامق جدا الزيتي الغامق جدا النبيتي الغامق كل الغوامق اللي داخل فيها شيد اسود او كحلي كل الالوان دي بتقوم بنفس المهمه اللي بيقوم بيها الاسود انها بترفع طيب احنا عندنا في حاجه اسمها خضاع بصر خضاع بصر احنا محتاجين نعمل بيه ايه انا لو انا عندي الجزء اللي فوق عالي عريض او كبير هبتدي البس درجات غامقه فوق وابتدي اعمل لو انا من تحت رفيع مثلا جسمي مثلث عريضه من فوق ورفيع من تحت هبتدي البس حاجات فاتحه من فوق او واسعه من تحت شويه عشان اعمل بالانس ما بين فوق وتحت هو الهدف من خداع البصر ده او ان انا اعرف شيب جسمي ايه وابتدي اليق الحاجه عليه الكات بتاعته ان انا ابتدي اشوف اعمل بالانس لعيني عيني تبقى مرتاحه وانا شايفه ما بلاقيش حاجه عريضه قوي او حاجه رفيعه قوي او حاجه عاليه او حاجه واطيه قوي
خداع بقى البصر دي بالالوان وبالكات وبالفابريكس كذا حاجه. ثالث حاجه ان هو يبقى مناسب لشخصيتي ومناسب لطبيعه حياتي. ما ينفعش ابقى مثلا بشتغل مذيعه اخبار وابقى لا جايه لابسه هودي، هبقى مش لايقه مع المعتقدات بتاعه الناس ومش لايقه مع الحاجه اللي انا بقدمها. طيب ده جزء من الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها. طب انا نزلت السوق زي ما احنا نرجع تاني الحته بتاعه المحلات، شوف البادجت بتاعتي انا محتاجه كام بيس وابتدي اشتغل عليها. زي ما احنا قلنا البيس ممكن في حاجات ستيتمنت او قطع موضه جدا وترند جدا، بس هل هي من كتر ما هي موضه هل المفروض ان انا تبقى عندي في الدولاب ولا لا؟ حسب شخصيتي. ايوه يعني اقصد مش عشان هي موضه ان لازم تبقى موجوده عندي خالص خالص. يعني مثلا دلوقتي طالع ترند جدا الحاجات المعدنيه العامله زي ما يكون سيلفر او جولد فوق الهدوم، هي قطعه من كتر ما هي ترند وغاليه جدا جدا كل الناس جايباها، بس دي ما تتانفستيش فيها فلوس، تجيبيها هتقعد مده صغيره جدا ومدتها هتروح. ومش لازم لو هي موضه مش لازم البسها في بنطلون، مش لازم بالذات لو انا عريضه مثلا من فوق مش لازم البسها في بلوفر، ممكن البسها في شنطه، ممكن البسها في اكسسوري، ممكن البسها احطها في مانيكير مثلا حاجات. يعني اخد الفكره الترند اوظفها على حسب هي مناسب ليا ولا لا. دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. وزي ما احنا اتفقنا انا بصيت في السوق وبصيت على البادجت بتاعتي، ابتدي اقسم الاولويات ايه في ايه في ايه. مش لازم النهارده دخلت محل اشتري منه كل حاجه، لا ما احنا عملنا بقى الاول جوله وشفنا المحلات فيها ايه وايه الحاجات اللي مناسباني ومناسبه شخصيتي ومناسبه حياتي اللايف ستايل بتاعي، وبالتالي بعد ما اعمل الجوله دي محدده ان انا هدخل المحل ده وده وده، هجيب من كل محل قطعه او قطعتين على حسب البادجت. ومش لازم البادجت بتاعتي اهدرها كلها في كل الحاجات الترند، لا انا لازم اجيب قطعه مميزه، قطعه او قطعتين حسب برضو شخصيه كل بني ادم. يعني مثلا انا شخصيتي ممكن انا مش قصدي مميزه، قصدي ناجحه. اوكي الاثنين. انا شخصيتي مثلا ممكن انفست في الاكسسوري اكتر من البيس، لان الاكسسوري انا بعرف اوظفها جوه اللوك بتاعي، احطها اغير شكل حاجه قديمه قوي واخليها تبان كانها لسه جديده وما لبستهاش قبل كده خالص. ده هنعرفه ازاي؟ هنعرف اللي في دولابنا حاجات نافعنا ولا لا ازاي؟ اول ما بفتح الدولاب بسال نفسي على البيس دي انا هسيبها ولا لا. اول حاجه انا بستعملها كم مره، اخر مره لبستها امتى؟ لو عدى عليها قانون بيقول والعلم بيقول اكتر حاجه سنتين، بس احنا كمصريين ما عندناش الاوبشن ده طبعا، مش موجود عندنا اصلا، مش موجود عندنا من خمسه ابتدائي في حاجه ماشي، ما هي من خمسه ابتدائي بس انت بتلبسيها هي مريحاكي، انت هتعرفي تسالي نفسك انا دلوقتي مش هروح عند اعمل الاناليسس بتاعه البودي شيب بتاعتي والفيس شيب بتاعي والكلر اناليسس والحاجات اللي انا بشتغل عليها. طب انا كست في البيت هعرف ده ازاي؟ همسك القطعه دي وهسال نفسي كذا سؤال. اول سؤال، انا القطعه دي بلبسها كل قد ايه؟ نفرض ان انا لقيت نفسي مثلا انا بلبس بليزر معين كتير جدا، طب خلاص انا عرفت، طب البليزر ده ايه مميزاته؟ الكات مثلا بتاعته مظبوطه عليا، انا كتفي ساقطه فهو في اوبلات مثلا، هو في ناك فبيسحب من صدري شويه، هو دبل كروازيه فانا بحبه عشان بيعمل لي وسط بشكل معين طول ومناسب ليا، فانا لما بلبس بنطلونات وباط ببتدي احلل القطعه دي اللي انا اكتر حاجه بلبسها وابتدي اشوف طب وخامتها عامله ازاي؟ انا بحبها عشان خامتها، لا انا بحبها عشان لونها، لما بلبس اللون ده عليا الناس كلها بتقول لي شكلك حلو، بحس ان انا مورده مش محتاجه احط ميك اب. انا بسال نفسي الاسئله دي وبنوت، فانا الحاجات دي لما بخلصها ببتدي اعرف انا الخامات اللي انا بحبها ايه. ده بدل ما اجيلك واعمل معاكي اناليسيز او يعني احلل الموضوع. بصي ده اسهل طريقه اللي ممكن ست او راجل في البيت يعرف من انت في قطع ايه اللي بيخليكي في قطع انت بتحبيها كده. اكيد ولادنا مثلا بلاقيهم ماسكين كام حاجه كده مسيطرين عليهم، واحنا نفس الكلام كام بيس كده مسيطرين عليهم. احنا لو سالنا نفسنا الاسئله دي هنعرف نجاوب على الحاجات البيزك. لما اجي انزل اشتري هعرف انا بدور في ايه ليه. يعني مثلا طالع موضه قوي كل ما هو زي التادي بير كده صوف وفي زي فرو بالظبط،
بس هو بيتخن، فبرضه لو حد تخين المفروض ما يلبسهوش. او هنلبسه ازاي؟ يعني ممكن يبقى هو الفرو بتاعه عالي قوي فممكن يتخن، لكن لو الفرو بتاعه واطي شويه تمام. لو الكات بتاعته عامله ازاي يعني برضو ممكن تعرفي هتحطيه فين، قطعه كامله او قطعه هو زي الابيض ده ولا لا؟ ده مش لا مش فرو ده. تمام، تحبوا نتكلم على الحركات بتاعت الفيونكات والحاجات الكبيره دي؟ تعالي نتكلم على الحاجات الترند. اوكي، دي هتسهل لنا واحنا بنشتري نعرف ايه نعرف نجيب ايه الترند. وما نجيبش ايه، وبرده واحنا بنتفرج كده على الصور يعني قول لنا ايه الشيب بتاع الجسم اللي يليق عليه حاجات شبه دي. طيب شبه الصوره اللي معانا يعني. احنا من الحاجات اللي طالعه ترند جدا جدا في الحاجات الكلاسيك الحاجات اللي فيها فيونكات جدا، وبالذات على جنب واحد او في النص، الكمام الواسعه، الاساور بتاعتها عريضه، او فكره الشميز بصفه عامه اللي فيه حركه مش البيز قوي. تمام، دي من ده زي الابيض زي الابيض لو شفت الجاكيت هنا دوت توب تحت. احنا الحاجات اللي احنا جايبينها دي كلها حاجات من الرانواي. البنطلونات اللي نازله رجليها واسعه طالعه جدا جدا للرجال والستات. يعني الاسلام خلاص ما بقاش موجود، بس موجود في الشتاء اكتر من الصيف، يعني لان احنا بنحتاجه جدا واحنا بنلبس بوتات. والبوتس طبعا طالعه موضه جدا، الهاي لينث وميدي والغايه تحت. ده حاجه. ممكن نبص على حاجه تانية؟ طيب البليزرز اهي. احنا عندنا هنا مش لازم ناخد الحاجه زي ما هي وننفذها. اوكي، احنا جايبين الحاجات دي من الران واي. مينلي البوكسي شيب، الكتاف العريضه، الحاجات اللي فيها اوبالات طالعه موضه جدا، بس هل هي تنفع مع اي حد؟ انا ما بحبهاش مثلا. ماشي، يعني بصرف النظر بقى هي بتليق على الشيب بتاع جسمي او لا، انا ما بحبهاش اصلا طول عمري يعني. بالظبط، بس هي ممكن تليق على حد هو رفيع من فوق وعريض من تحت، اللي هو البير شيب، الكتافه كنزه وجنابه عريضه. طيب هنبص تاني على الجاكيت الاحمر والجاكيت الابيض، مين اللي مركزين جدا جدا على الوسط ان هو احنا رجعنا تاني في الموضه ميالين لحاجتين، لا اما الحاجات الاوفر سايز قوي، لا اما الحاجات المبينه الوسط وجمال جسم الست. الديكولتيه الواسع ترند جدا جدا للشباب الصغير والاكبر. مش لازم يبقى مفتوح صدره، مفتوح ممكن تبقى مفتوح شويه، دي بيدي كتاف عريضه برضو، هينفع قوي مع البيرشيب الجسم الكوميترا والجسم الاور جلاس، هينفع معايا. ممكن نبص على حاجه تانية؟ طب البنطلونات الواسعه اللي كانت معانا من شويه دي بتليق على كل الاجسام كل الشيء؟ حسب وسعها. حسب وسعها. احنا نعرف ازاي منين نوسع الاكتر مقاس؟ ممكن ماشي البنطلونات ايوه ديت مثلا البازك على الصوره الثالثه. احنا هنتكلم في البنطلونات لسه كمان شويه، بس ممكن اقول لك الحته دي. البنطلون امتى المكان اللي ابتدي اوسع منه عند اعرض حته في جسمي، اوسعها مش اضيق، ابتدي اوسع من عندها. تمام اوكي. لكن لو انا مثلا عريضه قوي من الجناب، ما انزلش بقى لغايه تحت خالص وابتدي اوسع، ابتدي اوسع واحده 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 وابتدي انزل. اوكي، غير لو انا لابسه بنطلونات تايت وضيقه هبتدي اشوف اللينث برضو بتاع الجواكت، يعني احيانا القصه بتاعت الجاكيت ممكن تبقى قصيرة. عاليه شويه قصيره، عشان الجواكت القصيره موضه برضو كمان. بالظبط، كل ما نزلنا عليها بنطلون او كمان طالع جدا حاجتين، طالع الفساتين زي اللي انت لابساه البيس اللون ساده طالع جدا جدا، والجوبات الميدي طالع موضه جدا جدا جدا. فاحنا ممكن في الحاله دي وبالذات الاي شيب هتبقى لايقه جدا معانا. تعالي نبص على حاجات تاني. نبص على الصور تاني بعد اذنك يا خلود. الشيلان برضو موضه والجلد طبعا موضه. تعالي نتكلم بسرعه. الجواكت دي اللي هي اسمها بايك جاك، البايك جاكل اللي هي الجواكت زي بتوع الناس بتوع الموتوسيكلات، دي طالعه موضه جدا جدا، اذا جينز او جلد في داخلها فرو او جلد في جلد. اللي بعديها لو سمحتي دي. وكمان البنطلون القطيفه دوت برده، القطيفه المضلعه والشموانه دي موضه جدا جدا. زي ما انا قلت لك الوقت بقى يعني كان زمان يعني الشموانه ده ليه وقت نلبسه فيه، يعني اللي هو بالليل رايحه مناسبه، دلوقتي لا بالنهار بس حسب لمعته. يعني لو هو بيلمع قوي، هو على العموم اي كل بلينج بلينج طالع جدا جدا، بس احنا يعني احنا كمصريين ما عندناش الثقافه دي قوي، فممكن نخليه بعد الظهر اللي هو فيه لمعه قويه قوي. تعالي نبص على اللي بعده. بصي دي الالوان،
احنا عندنا باليتة الالوان النبيتيات كلها طالعه موضه، الاحمر بكل درجاته من اول البلاك ريد لغايه البرتقاني طالع موضه، الجراي زي اللي انت لابساه طالع موضه، البلو بلاك طالع موضه، دول الالوان الاساسيه، البني بكل درجاته زي الدرجه اللي انا لابساها دي طالعه موضه جدا، انت عينيكي حلو، البيج، الكافيه، البني مكتسح مكتسح بجداره. ممكن نبص على اللي بعده زي الاحمرات اللي الاحمرات احنا بنتكلم عليها، احنا كده بنتكلم على الالوان. انت قلتي الفابريكس او الماتيريال او القماش، نوع القماش نفسه، ايه الانواع الموضه غير القطيفه والشماه والجلد؟ بصي القطيفه الشماه الجلد الحاجات الجينز من الاول للاخر من فوقك لتحتك جينز موضه جدا 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 جدا. الجينز اللي داخل في هو الجينز موضته ما بتقفش، يعني انا لو عندي قطع جينز في الدولاب احافظ عليها قدر الامكان. بالظبط دي من القطع اللي الواحد ينفست فيها جدا اذا من فوق او من تحت. طيب. وبالذات لو من تحت، وكل الاطوال وكل الاشكال بتاعه الجواكت الجينز وقصات البنطلونات، قصات البنطلونات مينلي طالعه الوايد ليج اللي هي من الواسعة. فوق واسعه من تحت زي ما قلنا احنا فين هنبتدي نوسع منها. دي اكتر حاجه. بصي هنا بنتكلم هنا بقى يعني برضو ندي الراجل حقه، لان هو الحقيقه بيبقى مظلوم في الدولاب برضو في البيت، البنات بتاخد او بياخد حته صغننه وكل شويه بيحصل عليها غراط ويتاخد منها حته لحد ما بيبقى ما عندوش غير رف تقريبا. بص احنا من الحاجات الموضه جدا 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 ونركز عليها قوي اذا حريمي او رجالي المنتهات. دي من الحاجات اللي ننفست فيها ولسه قدامنا كذا سنه فيها، بس هو الاسعار برضو بتاعت المنتهات الطويله. يعني نحاول نجيب نحاول يبقى عندنا قطعه مثلا او قطعتين واحنا اوريدي عندنا من قبل كده، فممكن السيزون ده نجيب حاجه واحده بس. مثلا الترانش كوت زي اللي انا لابساه اذا رجالي او حريمي ترند جدا ولسه قدامنا كذا سنه، في منه اطوال مختلفه. في منه قصير وفي منه طويل، بس احنا لو هننفست خلينا في الطويل. اوكي نيجي بقى للرجال اللايرز بقى اللايرز حدث دفع وشياكه. حدث ولا حرج. تاني حاجه البيز بتاع البيس ان طالع ترند جدا المونوكروم، ان احنا نلبس من فوقنا لتحتينا رجال وحريمي لون واحد ونبتدي الكوت او الجاكيت او الكوفيه اغمق او كذا. برضو من البيسز الستيتمنت جدا 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 الفتره اللي جايه الكوفيات والكوفيات الكبيره. ولو احنا عاوزين نخليها فيمينين شويه ممكن نحط لها براش كبير. دي من الحاجات انت بتخلقي بقى، مش انت عاوزه عندك قطع وعاوزين نخلقها نغيرها. البنطلونات اللي رجليها ضيقه شويه اللي فيها كسر اللي فيها سنه ستريتش للرجال، اللايرنج زي ما قلنا، الاكسسوري المهمه جدا ان احنا تبقى موجوده عند رجالي والحريمي الايس كاب زي ما احنا قلنا، الكوفيه، النضاره الكبيره، الكاب برضو جدا، السنيكرز ما بتقولش لا، وبالذات لو ابيض ما بتقولش لا طول الوقت. ده الجوكر يعني في صيف وشتاء، صيف وشتاء موجوده. البوتس زي ما احنا قلنا طبعا. برضو الرجالي الواطيه، الحريمي عندنا لغايه العالي. ممكن نبص على حاجه تانية، معنا صور تانية رجالي. حلو ده. البنطلونات السويت بانس طلع جدا جدا حريمي ومريحة طبعا جداً. ولو هو بيشتغل في حاجة فيها حركة كتير. برضو من الحاجات اللي من السنة اللي فاتت موجودة السوتس اللي من فوق وتحت نفس اللون وتبتدي بقى تحطي عليها ليه. يعني احنا بنشكرك جدا، وضحت لنا حاجات، احنا انبسطنا معاكي قوي الحقيقه، ووضحت لنا كده بعض الافكار، بس اكيد هيبقى لنا لقاءات ثانيه تقولي لنا برضو نعمل ايه بالظبط ونوظف لبسنا اكتر ازاي. شكرا جدا شيرة زقزوق على وجودك معانا خبيره الموضه. شكرا. حاولنا معاكم كده نرتب دولابنا، وزي ما قالت لنا شيرة بالطول او بالالوان او ازاي بنستخدم القطع دي او بالقطقم بقى، يعني ننظمها كده طقم طقم، وان شاء الله تتبسطوا ويكون يومكم سعيد وتلبسوا الحاجات اللي تكون مريحة ليكم وتعرفوا تقضوا بيها اليوم وانتوا سعداء. نقابلكم بكرة إن شاء الله الساعة 8. إلى اللقاء.